بعد هجمة كبيرة شنها الإعلام الأصفر على لاعبي المنتخب العراقي الذي قدموا مستوى رائعا في نهائيات كأس آسيا، حيث أعرب مواطنون من ذي قار عن فرحتهم بفوز المنتخب العراقي على نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف واحد، متمنين له الفوز بكأس آسيا. لنتابع. ألف مبروك للشعب العراقي على هذا الفوز العظيم على منتخب اليابان. منتخب اليابان يعتبر من أقوى الفرق الآسيوية والعالمية، تغلب على منتخبات عالمية مثل ألمانيا وإنجلترا. نهنى الشعب العراقي مرة أخرى ونتمنى صدر المجموعة حتى ما نلاقي فريق قوي بالدور الثاني. ألف مبروك مرة أخرى للشعب العراقي. أول شيء كثرة الإعلاميين الموجودين في قطر، هذا أثر سلبي على منتخب العراق، وكثير ما نلاحظ منتخب العراق كثرة مشاكل في أي بطولة. نطلب من الاتحاد العراقي إبعاد الإعلاميين عن فندق المنتخب العراقي. ألف ألف مبروك المنتخب العراقي، أداء ونتيجة مباراة كانت صعبة، يعني أغلبية المحللين وأغلبية الرياضيين كانت تتوقع خسارة المنتخب العراقي. لا، أداء ونتيجة المنتخب، حتى المحللين ماكو محل وماكو مغترب، الفريق قدم مستوى يخبل. أغلبية المحللين كانت تتوقعون خسارة، احنا الحمد لله والشكر أداء ونتيجة. ألف ألف مبروك، ألف ألف مبروك، تحياتي لكم ومبروك المنتخب العراقي. مبروك، فرحة لا توصف، هو نتيجة مشرفة للفريق العراقي بالفوز على اليابان بطل آسيا لعدة سنوات. ما قصروا، فريق كادر إداري كادر تدريبي، الكل ما قصروا. مبروك للشعب العراقي، أكيد مدرب أثبت نجاحه من شهر آذار لعد الآن، ما منطق خسارة من آذار بالعام الماضي لعد الآن، ما منطق خسارة. خل شوية نصبر، هو الإعلام هذا خلي يجوز من فريقنا، وفريقنا جاي يقدم أحسن وأحسن. ألف ألف مبروك للشعب العراقي، طبعا بس فرحة أبطال أسود الرافدين هم يفرحون الشعب، فيعني شفنا تمتاز لواعيبنا وغيرة العراقيين ومشجعين الأبطال الموجودين بالدوحة، أكيد لهم دور جدا جدا ممتاز. قواكم الله، وألف ألف مبروك للشعب العراقي.